بعض السيدات بالفعل يعني ربما وضعت في الشوارع بعضها، وضعت في السيارة في أحسن الأحوال. ما ادونيش بنج ان الواحد يخفف عنه الالم في الغرز في شيء زي هيك. وبرضه لما ولدت يعني ولدت الساعه 3:30 الفجر، ما خلونيش يعني اضن في المستشفى من كتر زحمه الناس والمرضى اللي هناك. فيش ادويه، اذا في هنا اسمه عيادة طبيه على قد المدرسه فيش. بقول اديني شيء للحوامل، بقول لي فيش اي حاجه للحوامل عندنا. نسبة الإجهاض كمان في النساء كانت نسبة كبيرة. في نساء أجن يعني ولدت في البيوت، مش قادرين يعني يوفروا لهم سيارة إسعاف تيجي على المستشفى. مش قادرين يعني من كثر الخوف إنها توفر إنها تعطي طلق. رفعنا رحم للستات وهي ممكن تعمل معاهم، لكن لعدم توفر الدم خدنا القرار في رفع الرحم لانه ما نقدرش ناخذ فرصه اطول لان ممكن نفقد العيانه، فاخذنا رفعنا نسبه ارحام لستات وهم صغار في السن، وهذا احنا بنعتبرها كارثه. كفى